السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ حليمه الفيلالي مع وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله ولا عندك هذا المول في البلاكار ومشحال هذه ما استعملتيه، فجبديه غادي نديرو به احلى كيك شوكولا تشيز، كيجي خفيف بزاف رائع لذيذ ديال تحميرات الوجه، واكيد سهل في التحضير وكيستحق التجربه. بقاو معايا كلكم نشوفوا تفاصيل التحضير ديالو من اول الفيديو للاخير. غنحتاجو 3 ديال البيضات او جوج الا كانوا كبارين او على حسب المول ديالكم. بالنسبه للمول اللي غنستعمل انا 30 في سنتيمتر في القطر و 4 سنتيمتر في الغرق، يعني في الارتفاع ديالو. غنحتاجو كيس من السكر المسم بالفانيلا، كاس مع مرش ديال السكر ما يعادل تقريبا 130 غرام، رشة ديال الملح، وغنطربو الكل اما بخلاط كهربائي او بالطراب، ماشي مشكل، كان عندنا الطراب يكون احسن. كنخفقو مزيان حتى كيضعف الحجم ديالو، كنشوفو الخليط ديالنا بيض. نفس الشيء الا استعملنا الخلاط، كنطحنو مزيان حتى كيبيض لينا الخليط. صافي غادي نستمر، ومن بعد غادي نقص السرعه ديال الطراب وغادي نضيف السوائل. كاس الا ربع من الزيت ما يعادل 150 مليلتر. الكاس اللي عبرت به هو الكاس العنبه الكبير، ماشي الصغير اللي كيهز السعه ديالو 200 مليلتر بالنسبه للسوائل. ثم نصف كاس من الحليب عادي ما يعادل 100 مليلتر، وكنخفقيه واحد شويه غير كيتخلطوا، كنتوقف باش نضيف الدقيق وما تبقى من المكونات. الدقيق ما نكتروش، تكون كيكه شويه خفيفه باش تجينا اسفنجيه. درت جوج ديال الكيسان في المجموع اللي ما عمرينش بزاف، يعني تقريبا 200 غرام. غنضيف معاهم جوج اكياس من خميره الحلويات وكيس واحد من الكاكاو اختياري، ممكن الاستغناء عليه الا ما بغيناش نديروه. دابا درت غير كاس واحد، ومن بعد نزيد الاخر. ديما تعلموا ما ديروش الدقيق مره واحده حتى تاكدوا، ونخلطوا غير بطراب يدوي شويه بشويه باش ما نهبطوش الخليط اللي طلعنا، ونحصلوا على عجينه شيئا ما خفيفه بحال هذا الشكل. وفي الاخير غادي نضيفوا حبيبات الشوكولاط، نوع جيد او غير عادي اللي بغيتو. لا ما كانش ممكن اننا نديرو شوكولاط مقطع الى قطع، ومن الاحسن نديروه يعني في الدقيق عاد نزيدوه باش ما يهبط ليناش القعر ديال الكيك الا ما بغيناش يبقى، يعني يبقى لنا في الوسط. كنجيبو المول العجيب كيف قلت 30 سنتيمتر في القطر ديالو و4 في الارتفاع. الا عندكم كبير ممكن تزيدوا المكونات، عندكم صغير نقصوا شويه اولا ديروا غير جوج بيضات. صافي كما لاحظتوا الكيك ديالنا تيكون بهذا يعني بهذا الشكل، وكنديروه في المول مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق، وكندخلوه الفران. دخلته فران مسخن من قبل، طيبته في فرن كهربائي، درتو بعدتو على العافيه ما امكن 170 درجه فقط، يعني درتو في الجهه الفوقانيه حتى بان ليا طاب، وقلبتو بموس، قلبوه عاد خرجوه وغيب المهل حتى تاكدوا انه طاب 100%. خدا لي 30 دقيقه تقريبا. غنخليه كيبرد تماما عاد باش كنحيدوه من المول، ونوجدوا له كريمه شوكولا تشيز اللي غادي نديروا له، كتجي لذيذه بزاف. غنحتاجوا فيها كاس ونص ديال الحليب، يعني زدت نص كاس، كنعتذر لان ما تصورش المقطع. كاس ونص ما يعادل 300 مليلتر من الحليب. غادي نزيدوا معاه، ولا عندكم كريمه سائله يعني في الدار ما بقيتو ما ديروا بها، استعملوها عوض الحليب، ولكن ما ديروش نشا. غادي نزيدوا معاه معلقه كبيره من نشا تكون عامره مزيان، من مستحضر كريم باتيسير اللي بغيتو واللي توفر ليكم، يكون معلقه اللي عامره مزيان او جوج ممسوحين باش تجينا الكريمه عاقده. كنخلطوا بطراب يدوي باش نتاكدوا ان نشا اولا الكريم باتيسير داب وتجانس مع الحليب. عند كنضيفو الشوكولاط، اما شوكولاط بحال هكا اللي تيكون قطع صغير يعني هما حبيبات صغيره، او نستعملو قطع ديال الشوكولاط عادي. كنضيفو معلقه كبيره من الشوكولاط اولا من الكريمه ديال الدهن اختياري، انا كيعجبني نديرها مع الكريمه اللي كتكون فيها الشوكولاط، وطبعا الا توفرت ليا ما كانتش كنستغنى عليها.
كندير منها غير معلقه واحده، يعني كاينين المكونات اللي هما كتكون اساسيه وما يمكنناش نستغناو عليها في الوصفه، وكاين اللي ممكن نقصوها الا ما توفرتش. صافي كنخلطوا الكل، كنوضعوا على النار مع التحريك المستمر حتى كيبدا كيغلي، كنحيدو من على النار وكنضيفو. انا غندير هنايا جبنه بيضاء، ممكن ديرو الفرماج كما قلت شيز شوكولا، فممكن ديرو باي فرماج بغيتو، انا فضلت ندير الجبن حيت هو اللي عندي. ممكن ديرو جبن مثلث، مربع، او جبن اللي تيكون بحال جبناتي حتى هي كتجي زوينه. درت جوج معالق كبارين وغنخلط مزيان مزيان، ولا بانت لكم بردت الكريمه وغتصعب عليكم توضعوها في وسط الكيك فعاودوا سخنوها واحد شويه. صافي غادي نستمر حتى كتجانس، ومباشره غادي نوضعها في الكيك اللي كيكون برد تماما وقلبته في الطبق بهذا الشكل. انا رجعت سخنتها واحد شويه حيت دغيا مع البرد بردات ليا، وغادي نخليها حتى كتبرد تشد راسها مزيان، يعني ضروري تعقد. وهي من عقدات خليتها تقريبا ساعتين حتى بردت ليا مزيان، وزينوها على حساب الرغبه اللي توفر لكم. زينوا به، ممكن تخليوها هكاك وتقدموها ترشوها باي اضافه، ممكن فيرميسيل يعني شعريات الشوكولاته كحله او الوان، يعني لكم اللي خصيان كيعجبني ندير شي حاجه اللي هي من الفوق او نضيفها الكيك تكون فيها القرمشه باش كتعطي ديك الاضافه زوينه بزاف. درت لوز ايفيلي محمر كان عندي ديجا واجد، شويه ديال الفيوتين، وشويه ديال حبيبات الشوكولات كاضافه. وكيف كنقول دائما زينوا باللي بغيتوا واللي عندكم، وكتجي اكيد اكيد زوينه بزاف. العجين ديال الكيك كيجي اسفنجي وخفيف، والكريمه رائعه جدا. المزيج بين الجبن وبين الشوكولات كيعطيها مذاق هائل، وخصوصا درتو الشوكولات اللي مذاقه زوين ماشي بديل الشوكولات. طبعا ما هذا ما كيعنيش انكم ما تستعملوش، انا كنقول يجي احسن طبعا، ونشوفوها عن قرب كيفاش كتجي. راه كتبان غير التقطيعه ديالها هشيشه بزاف، وكما لاحظتوا راها سهله في التحضير. وكيف قلت في الاول اللي عندها شي مول عجيب شحال هذه ما استعملاته، حيت كنا في الاول كيف بان كنستعملوه بزاف، دابا نقصنا الاستعمال ديالو، جبدوه وديروا به هذه الوصفه اكيد غادي تعجبكم بزاف. شكرا لكم دائما دائما على الدعم ديالكم، على التعليقات الطيبه والتشجيع المستمر، والى اللقاء في فيديو في وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.